استاذ عبد الله منين؟ من المنوفيه يا باشا. السلام عليكم. احسن ناس. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك، انت الاحسن يا باشا والله، انت منور الشاشه. الله يكرمك. سيادتك عشان ما نطولش عليك، عشان اي حد زي حالتنا عاوز يتصل اتصل، احنا عندنا مشكله في زراعه القمح في المنوفيه. التهاوي جميز 11 حصل لها صدع من اول السنه دي، قلت زرعوا 171 اللي هي الجيزه، احنا متابعين القناه يعني. تمام. قلت زرعوا الجيزه 171، احنا بقالنا 15 يوم قاعدين في الاداره الزراعيه بمنوف عشان ناخد التهاوي نزرع تهاوي الغله. في النهارده 100 شكاره ل 700 800 بني ادم واقفين، حصل خناقات ومهازل، واحنا مشينا من غير تهاوي ولا خدناش. طيب والتهاوي امتى هتيجي؟ ما حدش بيفيد ولا حد بيقول لنا يعني لا بكره ولا انت المنوفيه ولا الاداره الزراعيه المركز ايه؟ مركز منوف يا باشا. مركز منوف. مركز منوف اداره زراعيه بمركز منوف. انا عبد الله مبروك الصاروخ من قريه غمرين، النهارده انا ان شاء الله يعني هجتهد مع زملائي ان ما احلكش مشكلتك انت لوحدك، لا مشكله الناس عندك في الاداره الزراعيه. عارف والله شايف الدنيا والله يا باشمهندس سامي مضغوطه، والناس من اللي جرى لنا عن اول متابعين تعليماتكم وتعليمات الناس العلماء اللي بيقولوا ازرع النوع ده بنزرعه. طيب انا هنكلم الدكتور حاتم حالا. استاذ عزيز هنكلم الدكتور. هو كان ايه؟ الله يبارك لك يا باشمهندس سامي، الله يبارك لك. طيب اسمعني بقى الدكتور حاتم هنكلمه دلوقتي يا استاذ عزيز ان شاء الله، رئيس الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، ونعرف الناس دي هيروح لها التقاوي امتى. وبيقول لك في 700 800 بني ادم كانوا واقفين وجت عقد. ايوه والله يا فاهم؟ والله نازل 114 شكاره النهارده، وكان في اكثر من 1000 وشويه، مش عاوز تخرب اعداد. بل الاداره الزراعيه بتخدم كام قريه؟ طب هو انت بتتكلم على صنف محدد اللي هو 171 ولا اللي هو 171؟ ما هو ما فيش اصناف ثانيه موجوده عندهم في الاداره؟ ولا حبايه. ولا حبايه؟ طيب بقول لك والله انا طالع، انا مصدقك من غير قسم، انا مصدقك على فكره. طالع من المخزن ولا حبايه فاضله، كان فاضل شكاره مقطوعه، كان في حد قص عليها جيت اخدها قال له لا احنا ناخدها. انت هتزرع كام فدان يا حاج؟ هنزرع يعني انا وجيراني حوالي 20 فدان، كنا رايحين كلنا النهارده عشان نجيب نوع واحد. عينيا الاثنين ان شاء الله قبل نهايه الاسبوع هتكون التقاوي عندك. استاذ عزيز لو سمحت يعني حط ملحوظه كده جنب رقم الحاج عبد الله عشان نرجع نكلمه تاني ونعرف التقاوي جت. وبالنسبه يا باشمهندس للقطن، يا ريت ترجعوا لنا القطن المنوفيه، يا ريت احنا بقى بلاش ما عندناش زراعه تنفع. بقول لك ايه اسمعني بقى، بتقول يا ريت ترجعوا لنا زراعه القطن في المنوفيه، صح؟ اه. انت بتطلب ان انت راجل فلاح في المنوفيه عايز تزرع قطن، وبتقول ان انا بتابع البرنامج مش سامع الناس اللي بتشتكي من التسويق. هتزرع قطن وبعد كده ترجع تتصل وتقول لي انا مش عارف اسوق؟ لا انا عاوز قطن التسويق، يعني انت برضه ما تديني منتج ازرعه ضامن وضامن ربنا. نحل مشكله التسويق ان شاء الله، وبعدين نشوف المساحات المنزرعه، واكيد لو التسويق اتحل انت هتلاقي المساحه بتتضاعف من نفسها ان شاء الله. ان شاء الله خير. يعني الفلاح ده انا قبل ما يتصل كنت بقول كده، مهما تقول له انه في مشاكل او هو يكون عنده مشكله، في فلاح متمسك بزراعه بعض المحاصيل، هو بيقول لك انا عايز ازرع قطن، يا ريت تسمحوا لنا ان القطن يرجع زراعته تاني في المنوفيه، وبتابعك وبسمع ومشاكل القطن الناس بتتكلم وعايز ازرعه. ما هو ده الفلاح، هو ده الفلاح المصري. بس في بعض النقاط بقى لازم نخلي بالنا منها لو سمحت. نخلي بالنا من ايه؟ لما نقول، وده كلام علمائنا والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقليه لسه قايل دلوقتي، بلاش نزرع ستس 12 وستس وجميز 11، ستس 12 وجميز 11 في الوجه البحري، بلاش، علشان دول هيسببوا مشاكل. يجي مزارع يقول لك لا ده انا بزرعه بيجيب عندي انتاجيه كويسه، انت كده هتخسرني، بنقول لك جات له مشاكل، مقاومته انكسرت، في ناس السنه اللي فاتت جالها الصدى البني، لا ما هو ده عندي كان كويس، ما الحمد لله ما فيش حاجه حصل. يا حاج اسمعني، فانا بقى اتمنى وبقول لحضراتكم السياسه الصنفيه، نبعد عن ستس 12 وجميز 11 في الوجه البحري. عندك اصناف كتير كلها مرتفعه الانتاجيه، وعندك حقول ارشاديه كتيره جدا بالنسبه للقمح. القمح الحمد لله الحقول او الحمله القوميه للقمح بتغطي الجمهوريه، فليه بيبقى عندنا اصرار في نقطه هتسبب مشكله في الانتاج؟